السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين أحبابي؟ كي دايرين ماماتي؟ وكي دايرين عائلتي؟ وكي دايرين خواتاتي؟ وكي دايرين يلي كلكم حبيتوني وحبيتكم؟ أنا نعمة جيت معكم عندكم اليوم، وقبلوا عليا، وتحية لكم كاملين، وكنشكركم على الدعم اللي دعمتوني، وكنشكركم على أي تقدير قدرتوني، وكنشكركم على الحالة اللي وصلتونا عما ليها. انا الحمد لله ما كنتش واحد الانسان اللي هي خايبه بزاف، وفي نفس الوقت ما كنتش زوينه بزاف، حيت الظروف حكمت عليا هكا. اول حاجه السؤال اللي سولتوني، قلتوا لي نعمه كيفاش جبليتي؟ الا رجعتي للفيديوهات ديالي الاولين غادي تعرفني كيفاش جبليت. كان عندي الضغط، كانت المراهقة، وكان لاج صغير 16 عام. دابا نتوما درتو فيها كلشي. حنا في 16 عام ديالنا، حنا هاد لاج ديالنا، حنا باقي كتخرج للسويقه مع ما، باقي كتمشي للحمام مع ما، باقي كتمشي تسخر لما عند العائله ديالها وعند جيرانهم وعند مول الحانوت. يعني ما تشاركوش راسكم معايا، غير خذوا مني انا باش تشارك راسك معايا. لا، السؤال الاول وفي نفس الوقت ليه الجواب. لما هذا السؤال للشباب والشابات، احتراماتي لكم، انا غادي نقول لكم السبب اللي مشيتو به نتوما للبليه. خرجتي فاطمه، خرجت مع كريمه، تلاقاو مع حكيمه، جالسة حكيمة كتكلم، الله يعفو عليها، حكيمة ما قالتش كريمة كتكلم. أنا نقول لك علاش، بصراحة اللي قبل عليا بصراحتي مرحبا بي، اللي ما قبلش عليا بصراحتي تا هو مرحبا بي. نتوما يا الشباب والشابات ديال اليوم، سارة هي اللي خلاتكم تمشيو لبليا، فهمتي؟ رجع لك اللاج قدي، حنا لقيناه موجود، لقيناه موجود قبل ما كتخرج من الدار كتلقاه، كتطلع من الشرجم كتلقاه، كتهضر في التليفون كتسمع به، ياك؟ يعني كان عندنا حتى حنا واحد شويه ديال العذاب باش كنا كنجيبوه، مكناش كنمشيو نوقفو عليهم وكنقولو لهم عطيونا، لا، راه تا هما كيمشيو عليه الحبس. تما ملي كيلقاهم في يديهم تما راه كيمشيو عليه الحبس. نتوما اللي مدخلين راسكم البلية. انا نقول لك علاش، حاليا انا دابا قبل من هاد 18 يوم، يعني اليوم هي 19 يوم من عندنا هنا في الدرب، تتكون عنده تلاج ديال 22 عام و 24 عام و 25 عام، وكان بغيه يقول لي خالتي نعيمة. كيتم جاي هاز الكارو في يديه، هو راه ديجا هازو قدامو وهدرات مسكينه وما جابش الله. جا عند نعمه قال لي عطيني بريكه باش نشاهد، قلت لي سير حيد من حدايا، ياك؟ ماشي غير نعطيك البريكه باش تشاهد، انت كلك حيد من حدايا، حيت عمرك انا ضربتو بليا. سمع مزيان باش تستافد، عمرك انا ضربتو بليا 20 عام، عمرك انتي ضربتها انا بليا 20 عام، كيفاش غادي تقولي ليا ما غاديش نحيدها؟ قلت لك دخلي عندي، انا كنت كثر منكم، كنت كثر منكم، ولكن الله بالحضر. علاش انا ما خرجتش؟ انا ما فوجتش، انا ما مشيتش شفت الناس برانيين، انا عشت معاكم، انا عشت مع الليلية، يعني طحت في حفرة بقيت فيها، تجاب الله السبب اللي طلعني بها منها، وكنشكرو ونكال الخير ولد الحرام، نكال الخير ولد الحرام، كنشكرك السي احمد، كنشكرك بزاف، وكنشكر السي حسن.
كنشكر اختي رجاء، وكنشكر خويا هيثم من هذا المنبر هذا، هما اللي بنوا نعيمه وهما اللي وراكم نعيمه. وتحياتي لاختي فيكتوريا، والله يفكو حيلك على خير. انا غادي نرجع لك وداويت باش ندير الفاني، واخا ما بقى يهضر معايا حتى شي واحد وما يكلمني حتى شي واحد، ما بقيتش ندير الفاني. يعني انت سارة، انا نقول لك علاش، سمحوا لي احتراماتي لكم، حيت نعم انا اللي دخلت صريحه ودخلت شعبيه وبغات توصل اي حاجه كيف ما عاشتها هي وكيف ما كتشوفها هي وكيف ما كتشوفها تتشوما، ولو غير من بعيد. كتمشي كتاخذ انت وصاحبك 20 درهم قدامي ديال الحشيش، كتاخد ريبي، كتاخد بشكيطة وكتذوبوه كتاكلوه زعما راك تبوقتي. لا، ما تبوقتيش، العقل ديالك والفصيلة ديال الدم ديالك باقا ما قاداش تستحمل داكشي اللي كتدخن. انا نقول لك علاش، حيت اغلبية فيكم، وانا كنقولها لكم وبوجهي مكشوف، بقيتكم ناعسين حدا باب دياركم ودقيت على والديكم ودخلتكم ليهم، بقيتكم مغيبين وديتكم السبيطار مولاي يوسف والله شاهد عليا، والدريات احتراماتي ليهم اللي هما فرمليات في الصوفي، نعيمة داتكم ليهم مبوقين وداروا لكم غسيل المعدة اللي هما أطباء، ونقص انا اللي نعيمه وقلت لهم لا، داكشي ما مشاش للمعده، داكشي مشى للعقل، يعني خليه حتى يفيق على خاطرو. عقلته وحيدتو، علاش وعجبتوني؟ حيت عندكم النفس، الحاجه اللي تخليني ندخلها لفمي وتخلي درية تهزني وتديني للسبيطار، راه ما هزاتكش داتك للسبيطار. راه اي واحد غيلقى شي مسلم طيح ولا يهودي ولا كيف ما بغى يكون النوع ديالو ما غاديش يفوتو، ولو الناس ولاو كيخافوا. فعلا انا متفقه مع الناس، الناس ولاو كيخافوا، ولاو كيخافوا حتى من التليفونات، ولاو كيخافوا حتى من راسهم، حيت بيني وبينكم قد ما كندافع عليكم قد ما تنتوما الله يهديكم ياك. واي حاجه كتعرفوها كذبوا على والديكم، وماشي كذبوا عليهم حيت والديكم اي حاجه درتو يا زوينه يا خايبه يا كبيره يا صغيره يا رخيصه يا غاليه بيضاء على قلبه بيضاء ياك. أما مع نعيمة غير تسارة وغير قلة الشي، علاش؟ حيت منين درتي 14 عام ودرتي 12 عام، انت اللي خرجتي من المدرسة، انت اللي فرضتي الوجود ديالك على والديك، حيت حاليا في 2021 كل شيء بان. بقى عندكم علاش كذبوا؟ عندكم 20 عام تكزرتوا كلكم من هنا تلهنا، ومن هنا تلهنا، ومن هنا تلهنا، ومن هنا تلهنا. انا نقول لك علاش، الشهر اللي ما نشدش كراه ما عندي ما ندير في حسابه. منين عندك 20 عام لا انت ولا هو ولعب عليكم البليه، طلبوا منها المسامحه وبعدوا منها، حيت ما بقى فيكم والو. ودي من نعيمه غتبقى تدخل معاكم الهضره القاصحه اللي تخليكم ديروا نفس، عرفتي علاش؟
النوادي خاويين، لصالات خاويين، ياك جميع الانواع اللي كتشمل كي غادي نقول لها اللي كتشمل باش تعتق الشباب، كلشي توفى، تيرانات، لصالات، خدامي، هيا تبارك الله وصلها النبي مارينا، دافعين الدراري قبل، هما تبارك الله وصلها النبي الدراري 18 عام 20 عام خدامين، وفي ديك الشركة احترامات إلا تا هي، مالي الماطر، كيديرو يفرقو، الماكلة، كرامتهم، شي اللي عطاني بنادم إلا تسخرت ليه عطاني بنادم غير درهم، هاديك هي الدنيا وما فيها، ياك. حسن ما نبقى جالس حدا بنادم قادي فيا حاجة شو عطيني 100 درهم، ياك أنا اختصرت ليكم، كدبوا على والديكم في هاديك ديال أنا تبليت، ما نبليينش نتوما اللي عندكم 20 عام، غير تسارة، ياك، وأنا نقولك عاوتاني كنعذركم، ماما بغيت نقولك واحد الحاجة وما تقلقيش أنتي وبابا، ما تبقاوش تبكيو حدا ولادكم. ما تبقاوش العاطفه حدا ولادكم بزاف، كيفاش انتي ما بغيتيش يكمي وكتعطيه 400 600 في النهار، كاينه الماكله في الدار، كاين الشراب في الدار، كاينه الكفازه في الدار، كاينه العائله في الدار، كاينين خوتي في الدار، ياك اش غيبغي؟ غيبغي شي حاجه ديال هادشي ديال لي غوت؟ انا حيت مريضه بالمعده ما كناكلش ماكلة الزنقة نهائيا، لا بوكاديوس لا تا حاجة، ما والو، إلا تشهيت داكشي ديال الدار، المهم إلا كنتي كتعطي لولدك 1000 ريال أعطيه 400، حيت إلا كانت عندو النفس ما غاديش يمشي يمطي يديه، غيقضي بديك 400 وغيمشي. أنا نقولك علاش المهمة قلتها لك، ملي كتعطيه 1000 ريال كياخد باكية ديال الكازو ب 400 وكياخد طريفه ب 400 وكتبقى ليه ديك افرانك، انا حاسبه ليكم 7 دراهم ديال القهوه و 3 دراهم ديال الزرابي، اما من غادي تعطيه 20 درهم غيمشي ياخد غير افرانك ديال الحشيش، ياك، و 140 ديال القهوه، وغياخد 3 القويروات وما غتجيبهمش ليه، ألوغ نتي غتنقصي عليه، تبعيني غتربح على المهم، كنتي كتعطيه 1000 ريال غتعطيه 400، ومن تما غتعرفي ولدك واش عندو النفس ولا ما عندوش النفس. أنا نقولك علاش، حيت البلية كتخليك تقول لبنادم عطيني، كيف ما بغا يكون مقدار كتمطي ليه كتقول لك عطيني، حيت البليه غاليه، الحشيش غالي، الفانيد غالي، الشراب غالي، كلشي غالي، الا كفيتيه بافرانك ولا 300 ولا 400 في النهار، راكي تانتي غتعاوني، راكي تانتي غتعالجي، وغتعاوني راسك، وغتعالجي راسك. اما هو داير فعلا هي ولا هو عندناش العقل، لا انا نقول لك عندنا العقل، اشنا هو العقل؟ هذا تعلمتو منه كلشي، وليتو كتعرفو منه كلشي، من هذا تقراي، من هذا تبلاي، من هذا تعرفي اي حاجة، من هذا تصلحي حياتك، من هذا تكفسي حياتك، بحال دابا احتراماتي لصحاب لوتيب، جميع الفصيلات كاينة في لوتيب، جميع انواع البشر كاينة في لوتيب، ياك، يعني
اي قناه غنبغي غنمشي لها انا وغنكليكي لها انا وغنتفرج فيها انا. بغيت القران غنمشي ليه انا، بغيت النصائح غنمشي لهم انا، بغيت نعرف اشنو كيكون اشنو جاري في الدنيا غنمشي لهم انا. اما حنا لقينا القراءه ما لقيناش النصيحه بحال هكا. اما دابا تبارك الله وصلى على النبي كلشي متوفر في التليفون، كلشي متوفر، اللي ما عرفتيش غتسول عليها في التليفون. حتى البليه ديالك الا بغيتي تحيدها وما قدرتيش تسول ناعيت كيضرني خاطري عليك. هي غتلقاها في التليفون، انا ما رابحة والو في هادشي، كيضرني خاطري وبنت البلاد في دماغي. وعارفة شنو كاين، متبقاوش تضحكو على راسكم، ضحكو على والديكم. انا ما قلت لكم حتى شي حاجه، غير ما تبقاوش تشمتلو على والديكم. حنا راه تبلينا، نوض حيد البليه، دير نفس، نوض سير لاصال، نوض سير خدم على راسك، نوضي خدمي على راسك. اللي ما قديتش ندير انا ديريه انت. انا راه طالعه في 37 عام، 17 عام. الله يرحم ليك الوالدين، داكشي اللي ما درتش انا ديري انت نشوف. الله يرحم ليك الوالدين، داكشي اللي ما قدرتش يدير خويا ديرو انت نشوف. ما باش تقول ليا اللي لصقاتني ثم فيكم البليه ديال المخدرات، بليه ديال اللبس، بليه ديال الماطر، بليه ديال الصداع، بليه ديال الدريات. دخلنا عليك ابو جلال. بغيت نوجه لكم واحد السؤال الدراري، وسمحوا لي انا راه واقيلا غيكبوا لي الدراري غيسخوني، وما حققتش الحياه ديالك لا نتا ولا الدريه ياك. ولكن باش تولي الدريه عندها 18 عام وحامله، هذيك راه ماشي مثلا كسيده، ما تشي حاد ولا هذيك راه اكسبري ياك. علاش؟ حيت انت عندك 17 عام، غادا معاه حتى هو عنده 18 عام. ما عندي ما غنقول لي اشنو اللي كيبقى ضايع، داكشي اللي تزاد بيناتكم، كتوليو تجيرو في المحاكم ياك، كتدخلو والديكم في المشاكل، واللي كيتصافيكم ولد الناس كيتزوج بها. أبار على نقولو كيسكنها مع مو في بيت ولا جوج بيوتها، اش درتي لمك انت؟ أنا انت كنوجهها ليك انت، اش درتي لمك؟ منين عندك 18 عام ودخلتي عليها، وانتيا منين عندك 17 عام الوالدين ديالك كيصحابوك باقا كتلعبي في الباب، اش مشيتي درتي؟ كتعيشو الشيخوخه ديالكم في الطفوله، نتوما عاشو الطفوله، نساو داكشي اللي شفتو وحدين اخرين داروه، تزيري راسك. اما الراجل راه عند الله سبحانه وتعالى، وشرع الله وحكم الله ومذكوره في كتاب الله، عطيه الشرع اربعه. اما في الدنيا لا حساب، يعني انت اللي غتعتقي راسك من الراجل. انا متفقه مع الراجل في هذه القضيه ديال الدريات اللي ولاو كيحملوا باقيين صغار 17 عام 18 عام، حتى هو ما كيعرفش. أرجع لواحد الموضوع الأول،
دير شحية البلية ماشي بألف ريال ولا بمية درهم، تزرزعوا عائلاتكم، تكونوا حباب وتكونوا جيران وتكونوا صحاب وتكونوا عائلة، والعائلة الأولى اللي وصى على الرسول عليه الصلاة والسلام هي الجيران. وليتو كتمشيو مع ولاد الجيران، يعني مع خوك كنتي لعبتي معاه في الصغر، كيفاش حملتي معاه؟ حنا ما فاتش عندنا داكشي، وكتعرفوا اشنو كدير. وانا علاش كنقول لكم بحال هكا؟ باش ما يجيش واحد النهار وما تلقاوش هاد الجلسه اللي جالسه دابا انا وكنهضر معاكم فيها، ياك؟ حيت كل عام كنزادوا في العمر، راه كل عام كتبدل، راه اللي كتشوفيه اليوم ما كتشوفيهش غدا، اللي كتشوفيه غدا ما كتشوفيهش بعد غدا. صافي، انا بلا ما يبقى يقول لي شي واحد على البلية بانني انا ما نحيدش البلية، علاش اللي ما تحيدش البلية؟ غادي تدوز في البلية قدي؟ ما غدوش في البلية قدي، واحتراماتي لكبر مني، حتى انا اللي كبر مني هو اللي خلاني نقول لك انا انت اللي صغر مني هاد الهضره. الدريات ولو كاينين الجمعيات اللي كيحميو الاطفال من التشرد، راه كاينين جمعيات ديال الانصاف بالمراه، زير راسك ما تبقايش تيقي. راجل اللي كيقول للمراه كنبغيك عارفيه كيضحك عليك، حيت با انا امي انا